مراسيم حفل تنصيب السيد سعيد أمزازي الذي حظي بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، حيث تفضل حفظه الله بتعيينه واليا على جهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أندلس الدوتنال. السيد الوالي الجديد من خيرة الأطر التي راكمت تجربة مهمة خلال مسارها المهني، حيث سبق وأن تقلد منصب عميد كلية العلوم التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال من سنة 2011 إلى سنة 2014، ثم منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2015، ليحظى بعد ذلك بالثقة المولوية السامية كوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سنة 2018، والناطقة الرسمية باسم الحكومة في سنة 2020. وإني على يقين تام بأن السيد الوالي سيكون في مستوى المهام الملقاة على عاتقه من خلال العمل الجاد والإخلاص والتفاني في الاطلاع بمسؤولية مناطة به. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد أحمد حجي على المجهودات التي بذلها وعلى الكفاءة والتفاني والعمل الجاد والدؤوب الذي أبان عنه خلال مدة توليه المسؤولية بهذه الجهة. حضرات السيدات والسادة، تكتسي لحظة تنصيب هذه أهمية خاصة بالنظر للسياقات الوطنية التي جاءت فيها. فمن جهة تواجه بلادنا تداعيات ما بعد الأزمة من خلال تدبير آثار الزلزال الذي ضرب عدد من العمالات وأقاليم المملكة، وكذا تجاوز انعكاسات الأزمة الصحية الأخيرة. ومن جهة أخرى تطلع المملكة إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فضلاً عن الاستعداد لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى، آخرها نيل المملكة شرف تنظيم كأس العالم سنة 2030 رفقة كل من إسبانيا والبرتغال. جهة سوس ماسة جزء من هذه الدينامية الوطنية عبر اعتماد عدد من البرامج التنموية، خاصة بعد الإعلان عن المبادرة الملكية بإطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، والذي يندرج في إطار التوجهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة ذكرى 44 من المسيرة الخضراء، حيث دعا فيه جلالته إلى تعزيز البنيات التحتية الأساسية لجاسوس ماسة ودعم شبكاتها الطرقية وربط مراكش وأكادير بخط السكك الحديدية وتقوية المكانة الاستراتيجية للجهة. ونشير هنا إلى أن عدد المشاريع المندرجة في إطار هذا التوجه وصل لحدود شهر يونيو 2023 94 مشروعا بكلفة إجمالية تصل إلى 6,297,000,000 درهم، حيث تهم هذه المشاريع أساسا برنامج التسريع الصناعي على مساحة تفوق 305 هكتار، إنجاز مدينة مهن وكفاءات على مساحة 30,000 مربع، تعزيز التنمية السياحية من خلال تأهيل منطقة تنشور بجامعات ترزود مخصصة لاستثمارات الصلة، وكذا إعداد برامج لدعم القطاع السياحي، وكذا تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الجهوي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية 2017-2023. وتعزيزا لما تم تحقيقه من انجازات وفي اطار التعاقد بين الدوله والجهه، فقد تم انجاز عقد برنامج التنميه الجهويه بين الدوله وجهه سوس ماسة وفق مقاربه تشاركيه، حيث يتوخى تنفيذ مشاريع تنمويه جهويه ذات اولويه في مجالات تقويه الاقتصاد وتنويعه وتحسين جاذبيه المجالات الترابيه. كلها مبادرات من شأنها تثمين المزايا الاقتصادية والمؤهلات الهائلة التي تسخر بها هذه الجهة، والتي من شأنها تحويل الجهة إلى قطب اقتصادي حقيقي ذي تنافسية
قادر على رفع هذه الجهة المتقدمة وتدعيم إشعاعها الوطني والقاري وتوفير شروط مناسبة كي تلعب هذه الجهة دورها كصلة وصل بين شمال وجنوب المملكة. حضرة السيدات والسادة، إن حجم الرهانات التنموية وطبيعة الانتظارات المطروحة تستوجب على والي الجهة العمل على حسن تأويل على حسن تنزيل جميع البرامج التنموية الخاصة بهذه المنطقة والتعرف بدقة على الحاجيات الآنية والمستقبلية للساكنة لإعداد برامج جديدة يمكن اعتمادها خلال المراحل المقبلة. وفي هذا السياق فإن الوالي الجديد مدعو للوقوف الميداني المستمر على سير الأشغال بمختلف الأوراش المفتوحة والحرص على تجاوز كل العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعترض بعض المشاريع بتنسيق مع باقي القطاعات الإدارية المختصة. كما يبقى مطالبا كذلك بالنهوض بدور المحرك والمحفز والمواكب للتنمية سواء في نطاق اختصاصات السلطات الترابية أو بتنسيق وتفاعل وتجاوب مع الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للدولة والقطاعين العام والخاص. وفي خضم هذا التوجه لا بد من التأكيد على دور ولاية الجهة في دعم المجلس الجهوي من أجل التنزيل الفعلي لورش الجهوية المتقدمة كقادرة للمؤسسات الترابية قادرة على مواجهة تحديات المرحلة وكتتويج للعديد من المبادرات والأوراش الإصلاحية الرامية إلى مواكبة التطور المتزايد والسريع لقضايا القرب وتلبية حاجيات المواطنين. وفي هذا الإطار فإن حسن استثمار مهام موكولة للسادة الولاة والعمال يرتبط بكسب رهان لا تركيز الإداري الذي يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ قرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة. موقع الوالي والعامل كمسؤول ترابي يبقى محوريا سواء في إطار الصلاحيات التي تم تفويضها له بشكل مباشر أو في إطار وظيفة تنسيق أنشطة المصالح المركزة والسهر على حسن سيرها، مما سيمكن من إلساء آليات تتيح التناغم بين السياسات العمومية على المستوى المحلي. حضرات السيدات والسادة، أود أن أستغل هذه المناسبة للتنويه بالجهود الملموسة التي تبذلها السلطات المحلية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني على صعيد الجهة، وأهيب بالجميع أن يمد يد المساعدة للوالي الجديد في أداء مهامه من أجل خدمة الساكنة وتحقيق التنمية المستدامة وفق مقاربة تقوم على استغلال جميع الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع والبرامج التي من شأنها جعل الجهة في مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين. كما أهيب برجال القوات العمومية من أمن وطني ودرة ملكي وقوات مساعدة ورجال الوقاية المدنية لمواصلة جهود خدمة لرعايا صاحب الجلالة حفظه الله والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام. وفقنا الله جميعا لما فيه خير صالح الأعمال في ظل القيادة الحكيمة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصر الله أعز أمره وقضى عينه بولي عهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبكافة الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام